لسه مع نشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماع النهارده لمتابعه اعمال تطوير طريق الفيوم والطرق المحيطه بالمتحف المصري الكبير، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضروره انشاء 3 كباري مشاة على طريق الفيوم، بدايه من الطريق من جهه ميدان الرمايه مرورا بالبوابات الخاصه بمنطقه حدائق الاهرام، بما يسهم في الحفاظ على حياه المواطنين ويضمن سهوله ويسر الحركه المروريه على الطريق. معانا على التليفون دكتور عماد نبيل، استشاري هندسه الطرق. دكتور مساء الخير، اهلا بحضرتك. والنهارده رئيس الوزراء تابع اعمال تطوير طريق الفيوم والطرق المحيطه بالمتحف المصري الكبير، اهميه هذا الطريق في سهوله الحركه المروريه والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه للطريق الدائري او شارع الهرم او طريق اسكندريه الصحراوي من خلال الطريق ده؟ هو الحقيقه طبعا اولا بعد مساء النور، طبعا السيد معالي رئيس مجلس الوزراء تابع تطوير طريق الفيوم، وده طبعا بيبدا من اول زي ما حضرتك قلت طريق الدائري الاوسطي بيوصل لحد ميدان الرمايه. طبعا الطريق طوله 16 كيلو، عرضه حوالي من 4 ل 9 حارات في كل اتجاه مروريه. الفكره بتاعته ان ده بياتي طبعا عشان يقضي على الكثافات المروريه العاليه جدا اللي كانت موجوده، وطبعا الناس كلها فاكره المنطقه دي لما كان بيحصل توقف تام للمرور فيها خاصه في فترات الذروه. الطريق ده مهم جدا لانه بيخدم هضبه الاهرام ومساكن ضباط الرمايه وحدائق الاهرام، وطبعا عارفين ان حدائق الاهرام فيها اكثر من بوابه يعني، وما شاء الله يعني كثافه سكانيه عاليه جدا. مداخل طريق الواحات وحدائق اكتوبر، ده طبعا في الاخر بيخدم كل هذه المناطق السكنيه، فوجود الطريق وتوسعته وتحسين الحاله المروريه اللي عليه واعاده الرص ليه، طبعا ده بيخلق حاله من التسيير للحركه المروريه لكل سكان هذه المناطق. ده اذا كنا بنتكلم على السكان. نحط كمان عليها انشاء تقاطع حر عشان يحل التقاطع بتاع الواحات والفيوم، وده طبعا هيسهل ايضا وهييسر حركه المرور والانتقال من طريق الواحات ومن طريق الفيوم. الحاجه الثانيه طبعا هي التوصيه بتاعه رئيس مجلس الوزراء بانشاء 3 كباري على المناطق السكنيه اللي موجوده خاصه عند بوابات حدائق الاهرام وغيرها. الفكره دي كلها طبعا لانه بعد ما الطريق بيكبر بيبقى صعب على المشاة ان هم يعبروه بتقاطعات سطحيه، فلازم يبقى في كباري علويه وفصل للمستوى المشاة عن السيارات طبعا عشان تقلل من الحوادث وتحافظ على حياه المواطنين اللي هم قاطني هذه المناطق. لو اتكلمنا على مستوى اكبر هنلاقي ان المنطقه اللي حوالين المتحف المصري الكبير هي منطقه مهمه جدا، لان المتحف المصري بيتاهب الافتتاح على مستوى عالمي وبحضور كوكبة من نجوم المجتمع العالمي طبعا، لأنه هيبقى أكبر متحف في العالم وبيشهد أكبر كمية أثار في العالم. المتحف علاقته بالأهرامات بالمناطق الأثرية، المنطقة دي طبعا ما يصحش أبدا أنه يبقى فيها أي كثافات أو ازدحام أو توقف مروري، وخاصة للزائرين الأجانب اللي موجودين دي كلهم. طريق اللي بيوصل ما بين حدائق الأهرام ومنطقة التجميد لحد ما يوصل للمتحف المصري الجديد أيضا رئيس الوزراء النهارده تابعه وشاف طبعا ضروره انه يحصل تنسيق لمجموعه المواقف اللي موجوده على الطريق وتنظيمها بحيث ما تعطلش الحركه المروريه وطبعا تعمل سيوله بيها، وكمان عشان تسهل الاجراءات للتحرك ما بين القاهره والجيزه، سواء انك رايح على الطريق الدائري او شارع الهرم او الطريق الصحراوي زي ما حضرتك تفضلتي مشكور. ده طبعا بيؤكد مره اخرى على متابعه الحثيثة لقيادات الدوله بكل المشاريع التطوير اللي موجودة، دايما التأكيد على التسيير على الحركة المرورية والتيسير على المواطنين للتحرك والانتقال بسهولة دون تأخير أو تعطيل، والحفاظ على حياة المواطن طبعا من خلال عمل زي اللي أوصى بيه رئيس الوزراء النهاردة بإنشاء 3 كباري علوية. طيب احنا متابعين طبعا يا دكتور ان الاهتمام الكبير من الدولة بتطوير الطرق ساهم في تقدم مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بجودة الطرق، يعني شايف وضعنا ازاي دلوقتي في هذه الجزئية؟ طبعا مصر من اكثر الدول اللي بتتقدم تقدم كبير في مجالات النقل وفي مجالات مختلفة اخرى، يعني حتى في الطرق 90 مركز المعروفين من 118 ل 28 بنتكلم على الكهرباء اتطورنا فيها، بنتكلم على السكه الحديد تقدمنا فيها 8 مراكز، يعني التطور اللي بيحصل في مصر هو حقيقه نتيجه الجهود الضخمه اللي بتبذلها الدوله على راسها السيد الرئيس طبعا في انه تظل دايما مصر بصورتها المبهره ويعاد اليها الوجه الحضاري وتحسين البيئه العامه للمجتمع
وتحسين المشهد العام لمصر وإعادتها مرة أخرى إلى ما تستحقه. يعني الطرق طبعا 7000 كيلو زي ما احنا عارفين طرق سريعة، بنتكلم على انخفاض الحوادث ب 44%، بنتكلم على انخفاض القتلى والجرحى ب 50%، تحسن الوصولية، يعني ان حضرتك تقدر توصل لأماكن لم تكن تصل إليها من قبل بحوالي 22%، وفر في الوقت 25%، وبالتالي ده بينعكس على الوقود وقطع الغيار، وبينعكس على أيضا استهلاكات السيارة وتشغيلها، وطبعا ده كله في الآخر بيوفر على المواطن وعلى الدولة عملة صعبة، بيصب كل ده في الناتج القومي المحلي. الحاجات دي كلها مؤشرات، في مؤشرات أخرى أكثر عمقا، يعني كلها في الآخر بتدل على إنه أهمية القطاع ده في قيادة حركة الاقتصاد وتسهيل العمل الطرق البرية في مصر، وخاصة أنها تتحمل حوالي 99.3% من حجم المنقول من البضائع والركاب. تمام. بالتالي أهمية الطرق البرية هنا بتبقى بتقوي جدا من موقف الحركة والنمو الاقتصادي على مستوى الدولة. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق، شكرا لحضرتك.